كده تليفون موبايل هيبقى تاثيرها النفسي على الفرد اقصى بألف مره من ان انا ببتدي له الشغل بتترات بتديله انطباع حتى في مداقي يعني بتديله انطباع ان ده فيلم فبيأهله نفسيا يتفرج عليه وهو مستعد للفرد على اي مشاهد تعمل هو المتفرج العادي اتعود على ده عشان السينما عنده تراث سينمائي موجود في مخه شاف كتير مشاهد الذبح والاكل والدم يعني مليون فيلم اتعملوا مشاهد بشعه وبالتالي لما ببدا له الفيلم بتاعي بكده فانا شايف ان ده غباء من اللي عمل الفيلم لو هو الهدف من الفيلم توثيق ذبح ال 21 ما كانش محتاج انه يدخله في طابور عرضي ما كانش محتاج انه يعمل كاستنج انت تعمل كاستنج طبعا تختاره لانه في الفيديو الاخر